أنا أتذكر هذا اليوم بالتحديد، كنا أطفال ما يقرب من 4 قرى، اجتمعت هذه ال4 قرى لتبني المدرسة الابتدائية لنا في منطقتي بمحافظة سرات عبيدة. أتذكر بالضبط أنه أهل قريتنا، لأنه كان عندنا راديو، فصمنا هذاك اليوم بناء على إعلان النائب لعمي في تلك اللحظة. وفي صباح اليوم الثاني كنا نلتقي في الأودية في الذهاب إلى المدرسة. كان أهل القرية إلى اليمين لم يصوموا ذلك اليوم لأنهم لم يصل إليهم الخبر، أو أنه كان بالضبط كما جاءت بالمقال، ربما كان يوم شك فصمناه، وربما كان يوم يقين لديهم فلم يصوموا. أنا أقول بكل صراحة إنه هذه العادات السلوكيات التي يعني تعودناها في رمضان لما يقرب من 100 عام من تاريخ هذه الدولة قد تكون على النقيض في هذا العام مختلفة، وبالتالي أنا قلق وجل على كثير من السلوكيات التي قد يسلكها المواطن في مثل هذا الشهر الكريم ولم يتعود عليها. وتلك الأيام لأول مرة في حياتي يعني أرى أنه شهر رمضان بلا تراويح، بلا صلاة جماعة، فقط بمؤذن يعطينا وقت أذان الفجر ووقت أذان العشاء. هذا يدل على أن هذا العالم مهما تطور ليصبح قرية عولمية فإن فيروسا صغيرا لا يرى بالعين المجردة، بل إن كما يقال 10,000 فيروس من هذا النوع قد تقف على رأس الدبوس أو على رأس دبوس واحد لتوقف عجلة هذا العالم بكل تقنيته بكل حركته في لحظة واحدة. نعم دكتور، بس شوف ترى في شغلات يعني خلنا ننظر بشكل إيجابي. صحيح أنه موضوع التراويح والقيام والصلاة أمر محزن جدا، ونتمنى إن شاء الله أن يعني تنجلي هذه الغمة، تعد الأمور إلى ما كانت عليه. ولكن أنا يعني سعيد جدا أنه أنا معارك الفول اللي تصير قبل الأذان بكم دقيقة الحمد لله راح تزول. أمر ثاني أيضا اللي هو يعني محاولة إعلام المملكة العربية السعودية أن فلان صايم، يعني لازم يبلغ العالم ويمن عليهم أنه صايم وأنه هو مستفز وزعلان. هذه الحمد لله ما راح نشوفها، وهذا من فضل الله، هذا جيد. كثير أشياء يعني الازدحام، الهلع اللي قبل الفطور، كلها هذه الحمد لله ما راح نشوفها هذه السنة، وإن شاء الله تصير عندنا عادات في الأيام المقبلة. إحنا ما نقول للناس لا يأكلون، ولكن لا يصير الأكل هو القضية الرئيسية. هو رمضان أتى لتهذيب النفس، للتأمل، للعبادة. فالحمد لله أنه هذا الموضوع ما نشوف، مع أني أدري أنك أنت مالك علاقة بالفول أنك ما تحبه، لكن أنا أتكلم عن في ناس كثير عندهم هذه العادة مقدسة، في ناس عنده السوبيا مقدسة، في ناس عنده أكلات ثانية مقدسة، يعني فكل هذه إن شاء الله بتصير يعني شيء من الماضي قال شوف في هذه الأزمة. عندك عادات دكتور معينة تحرص عليها في رمضان وشايف انها سلبيه وممكن تقولها في امان الله؟ دعني اقول فيما يفيد تعليقا على كل ما ذكرت. المؤسسه العامه للحبوب التي كان بعض من الكرام المشرفين عليها ضيوفا لديك تذكر ما قبل الامس ان الفرد السعودي لديه من الهدر في الغذاء الزائد في العام الواحد ما يقارب 185 كيلو جرام للفرد السعودي الواحد، أي ما يقرب أن الفرد السعودي يهدر ما يقرب من 3/4 الكيلو جرام من الأكل في اليوم الواحد. في رمضان لوحده يهدر السعودي بحسب المؤسسة العامة للحبوب ما يقرب من 2.4 أو كيلوين و400 جرام من الأكل في ليلة رمضان الواحدة. نحن للأسف الشديد بدل أن يكون رمضان هو شهر الخير، شهر الاقتصاد، شهر الإحسان، شهر الرؤية للفقراء، أصبح لدينا في رمضان ثقافة استهلاكية في كل شيء، في الغذاء، في الدواء، في الأكل، في الشرب، في كل شيء. أصبح حتى غير عاداتنا، أصبحنا يعني أصبح نصوم في النهار ونحن نائمين، ونصحى في الليل ونحن كذلك صاحين. بتقول لي على العادات اللي أغيرها؟ نعم، أنا كنت لمدة 30 يوم أو 29 يوم في رمضان كنت أذهب في هذه الجبال، ربما أن طبيعة أبا تساعدني على هذا الشيء، ثم أنشر قبل المغرب تغريدة واحدة من واد أو من جبل أو من شجرة أو من صخرة أو من أي مكان، من قرية، من مبنى قديم أو مبنى حديث، وأكتب غرد بأبا. هذه العادة سأفتقدها في هذا الشهر الكريم، ولكن يجب علينا أن نضحي كلنا بعاداتنا المختلفة جدا جدا. بقول لك على شيء معين، إنه الإدارة العامة للمرور قبل حوالي أسبوعين
تبرهن انه الشخص الواحد او الشخص السعودي الواحد يخرج في رمضان لمده لما يقرب من 5 غارات يوميه الى الشوارع. لو خرجنا في غاره واحده أو أي من أبنائنا إلى غارة واحدة إلى الشوارع لربما عاد إلينا بمثل هذا الفيروس. علينا أن نلزم في هذا الشهر. عاداتك الغذائية السيئة في رمضان مش راح تبطل؟ راح أبطل هذا، لكن دعني أقول لك إنه كثير من الأسر السعودية لا تستطيع أن تمتلك قرارها. أنا رب أسرة، لدي 3 أولاد ولدي بنت ولدي زوجة أو بنتين وزوجة، وبالتالي في هذا الأساس يعني مهما يكون يعني لدينا وفر غذائي هائل جدا جدا. وانا اقول لك المملكه العربيه السعوديه انا لست قلق على الامن الغذائي، انا قلق على سلوكياتنا. ساوفر وجبه واحده في اليوم، ساوفر وجبه او احاول على الاقل هكذا.